ما هو حد عورة المرأة الحرة وحد عورة الأمة مع الدليل؟ وهل يجب على المرأة أن تستر رجليها في الصلاة؟ وهل إذا تكشف وجهها ويديها في الصلاة عليها شيء؟ المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، يعني كلها عورة كما جاء الحديث، خرجت ترى الشيطان وقال إنها، قال إن منها عورة، فهي عورة كلها إلا وجهها في الصلاة، وذهب بعض أهل العلم إلى كفيها أيضا في الصلاة، وما عدا ذلك فهي عورة عند الأجنبي كلها، يدها ووجهها ورجلها، هي عورة بالنسبة للأجنبي، وهي عورة كلها في الصلاة إلا وجهها وكفيها في الصلاة خاصة، وقدمها عورة في الصلاة تستره، تستر رجليها في الصلاة بجوربين أو بإطالة الثياب، إذا كان الثياب سابغا يغطي قدمين كفى في الصلاة، وعورتها بالنسبة إلى نفسها وبالنسبة إلى النساء ما بين السره والركبه كالرجل، اما بالنسبه للاجنبي فكلها عوره، وبالنسبه لزوجها كلها مباحه لزوجها، وفي الصلاه عوره كلها الا وجهها، وقال بعضها ان بكفيها تبع الوجه في الصلاه خاصه، واذا سترتهما في الصلاه فهو اكمل مع القدمين. اذا سترت وجهها في الصلاه لا مهم مشروع، الا اذا كان عندها اجنبي تستر وجهها. كفين يا شيخ في السوق. نعم كفين في السوق ينبغي سترها لانها عوره عند جمهور أهل العلم، عند كثير من العلم لأنها قد تفتن، فسترها أولى وأحوط. عورة النساء الكافرات. نعم. بالنسبة لعورة النساء الكافرات يعني يجوز كلهن عورة بالرجال، كلهن عورة بالرجال، مثل النساء مثل المسلمات. نعم.